مساء الخير مشاهدينا، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة وأسبوع جديد من مساء الخير. خليني النهاردة تكون البداية شوية دردشة في شوية مواضيع، يمكن مش الأهم موضوع محدد، لكن عندي شوية دردشة كده وشوية فضفضة محتاجة أعملهم معاكم. خليني أبدأ يمكن بمصلحة الضرائب اللي طلبت المدرسين بأن هم يتقدموا بأن هم يقدموا أوراقهم الضريبية ويقننوا أوضاعهم. حقيقي كان بالنسبة لي خبر صادم، بقالنا كام سنة بنطارد المدرسين وبندخل السناطر وبيتعاملوا معاهم كأنهم مجرمي حرب، وفي نفس الوقت بدأنا فعلا نقول إن إحنا بنستفيد إن إحنا نقنن وضع أولادنا، مش هيكون في دروس خصوصية، نبتدي نقفل السناتر دي اللي تعتبر مدارس موازية ولكن مدفوعة الأجر. كانت مقاومة من الدولة محترمة، وكمان الأهالي كانت بدأت تاخد خطوات معاهم ونقنن وضع أولادنا في الدروس الخصوصية. لما الاقي مصلحة الضرائب بتقول لهم لا اتفضلوا قدموا أوراقكم، وكل واحد خلال شهر لازم يكون بيقول بيدي كم حصة وبيشتغل فين وبيعمل ايه، يعني أنا ده لما تعامل مع البلوجرز والناس المسؤولة عن السوشيال ميديا كان بالنسبة لي مظبوط، على الأقل بنحاول نقنن أوضاعهم. لكن لما أعمل ده مع المدرسين اللي أنت بقالي كام سنة وكل شوية فيديوهات محافظ الفلاني عمل كبسة بنفس اللفظ كده على السنتر الفلاني، ورأي نفسي قدام بيتعاملوا معهم وكأنهم مجرمين، والطلبة تهرب والطلبة تداري وشها، ومعاملة للسناتر شيء مش مظبوط، وضع مش مفروض ان احنا نتعامل معاه قانوني. لما انت تديله بقى الحق القانوني ده بان هو يعمل ملف ضريبي، يبقى انت بتقول له اتفضل اشتغل براحتك. بعد ما اعمل ضريبي هتقولي ما تشتغلش ليه؟ وانا كأهل هقول لاولادي ما تروحوش دروس ليه اذا كانت دروس الدوله نفسها قننتها؟ حقيقة منطقة أنا ما بقتش فهماها، إحنا ما بنعترضش على أي إجراءات بتاخدها الدولة، لكن فكرة الغلط غلط والصح صح، يا أما السناتر دي تقنن ويبقى خلاص وضعها طبيعي والمدارس تفضل زي ما كنا شايفين في وقت من الأوقات، واللي عنده سنتر في منطقته بيشوف عدد الطلبة والطالبات اللي طالعين نازلين على السناتر دي، مدارس بجد موجودة، فصول وأعداد مهولة موجودة. حقيقي خبر بالنسبه لي كان مزعج، ويمكن مش فاهمه لحد دلوقتي هيبقى في دروس، يعني خلاص مش هيبقى في مدرسه ولا في مدرسه وجنبها الدروس، مش عارفه اقنن الوضع بيني وبين نفسي قوي. ويمكن الدوله لما اخذت على عاتقها انهاء حكايه الدروس الخصوصيه دي كان بتنهي عبء ثقيل على كل الاسر اللي بتحاول تدفع، انتوا عارفين فكره الدروس الخصوصيه مبالغ بتدفعها الاسره من دمها الحي علشان تعلم ولادها، وبالمقابل المدرس بيكسل في اداء واجبه في المدرسه، يعني منطقه مش فاهماها قوي، وكان ليه من الاول اصلا. أتمنى أن يكون في مراجعة مرة تانية للقرار ده، ويكون في مدرسة يا مش مدرسة، لكن فكرة سنتر دي اللي أنا مش عارفة حتى المحتوى بتاعها بيبقى إيه، الإداريين اللي موجودين فيها بيبقى إيه، ده شيء مرعب بالنسبة لي. أتكلم عن حاجة تانية وهي العنف اللي شفناه في الشارع، يمكن كان ما بيأذناش قوي لما نتكلم عن عنف مجتمعي، ايه حادثة هنا حادثة هناك، فلان قتل فلان اللي بيتخانق معاه ما يعرفوش صاحبه جاره، لكن لما نتكلم على العنف الأسري كمية حوادث الأسبوع ده والأسابيع اللي قبلها ما بين العنف الأسري، واحد قتل بابا ومامته، واحد قتل مراته وحماه وحماته، واحد قتل أخوه وأخته والبيت اللي قاعد فيه، حالة من الرعب الأسري أنا مش فاهماها. لازم كلنا نرجع تاني نبص في دايرتنا الصغيرة يا جماعة، لازم نرجع تاني ندور على بعض، العصبي عصبي ليه؟ اللي عنده مشكلة نفسية عنده مشكلة نفسية ليه؟ اللي دخل في دايرة الإدمان المخدرات لازم نحاول نساعده، لأن ده بقى خطر داهم عليه وعلى اللي حواليه وعلى المجتمع كمان اللي بيتعامل معاه. فكرة ان انا يعني مش متواصلين ونعرفش حاجة عن بعض ده شيء بقى مرعب، لازم نطلع ونهرب بسرعة من الواقع الافتراضي اللي كلنا حطينا راسنا فيه، لان احنا نرجع للواقع بتاعنا تاني ونحاول نتعامل مع بعض. الفقرة اللي خدتها الاسبوع اللي فات عن السوشيال ميديا كانت مقدمة، لكن اللي انا شايفاه الاسبوع ده كلها جرائم أسرية مش اجتماعية، أسرية بحتة، يا واحد من العيلة ذبح باقي العيلة، شيء مرعب. لازم نرجع تاني نعيد وجهة نظرنا في علاقتنا الأسرية، علاقتنا الخاصة ببعض، لأن مش عايزين نصحى ومحدش يقول أنه بعيد عني، مبقاش بعيد عن حد، أسر عادية جدا وكانت مثالية بشهادة كل اللي كانوا حواليهم، ونلاقيهم في وضع سيء جدا وحادث بشع مروع كل الناس بتتكلم عنه. النهاردة كمان هنتكلم في حلقتنا وباستفاضة عن بيت العائلة المصرية، بيت العائلة وبيت لم الشمل اللي بيجمع المصريين، بيحاول يكون قاتل مشاكل كتيرة كانت ممكن تقتل مجتمعنا وتقضي على وحدتنا اللي احنا كانت سند، الوحدة دي هي اللي كانت صمام أمان لمجتمعنا نحن نعبر بيه كل ال 11 أو العشر سنين اللي فاتوا دول، فوق كل الأزمات اللي تعرضنا لها كبلد واللي تعرضنا لها كأشخاص كمان. النهاردة عندنا حلقة غنية جدا، خليكم معايا بعد الفاصل هنتكلم في مواضيع كتير.